قال في قصص بني اسرائيل ونحن اذا جاء قصص بني اسرائيل لا نصدق ولا نكذب ولكن اذا وافقت شيء من لا تخالف عقيدتنا ولا اخرى. قال كريم الله موسى ماشي كده وبعدين وجد بئر فشرب منها وكان منفردا وجلس تحت الشجرة فجاء فارس فترجل من فوق فرسه ونزل وشرب من البئر وركب الفرس وغادر المكان وترك صرة. سيدنا موسى شال الصرة فيها 100 دينار تركها زي ما هي وقرية للشجرة. سبحان الله. بعد شوية جاء صبي 10 من عمره شرب من البئر وجد الصرة أخذها وصار. بعد هنيهة يأتي شيخ كبير يتوكع على عصا يشرب من البئر وينام. يعود الفارس ليبحث عن صرته فوجد عند البئر من؟ الشيخ. صرتي مالي انا ما اخذت ما لم رايت ملك فوكزه الفارس قضى عليه مات. سبحان الله. سيدنا موسى اراد ان يترجم بالترجمه البشريه لم تترجم. لا حول ولا قوه. اللص قد نجا والمظلوم قد قتل. قال يا كريم اانت خلقت العباده ام انا؟ انت يا رب. قال هذا الفارس كان اغتصب من والد هذا الصبي 100 دينار فاعدناها الى ابنه. سبحان الله. وهذا الشيخ كان من 30 سنة قتل ولد الفارس ولم يكن الفارس يعرف من قتل اباه. فمش ممكن في كل حدث هنجيب كريم الله موسى يترجم القدر. لا احنا عايزين يؤمنون بالغيب. بالغيب. هذا هو الرضا. هذا هو الرضا.